تمر لحظاتي واحسب اشوف بياضة خلصت وقلب صفحة اعمالي اثم فوق الاثم غص واشوف نفسي يا ربي على الدنيا كثر حرصه شلون آثامي أمحيها وعيني للأجل شخصه. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال تعالى في كتابه الكريم: قل لا يستوي الخبيث والطيب. قاعدة الخبيث والطيب من القواعد التي تهدف إلى بناء الفرد وبناء المجتمع. وفي القرآن كثير من القواعد التي تكون في هذا السياق وفي هذا المجال لبناء الفرد. هذه القاعدة يمكن أن نتحدث عن مفردتين. المفردة الأولى الخبيث. ماذا تعني الخبيث؟ الخبيث يعني الرديء، كل شيء رديء، كل شيء غير حسن، أو ممكن أن نعبر أيضا بالخسيس، وكل شيء يكرهه الإنسان، سواء كان شيء مادي محسوس ملموس، أو قد يكون شيء معنوي. ممكن أن نقول كل قول أو كل فعل باطل، أو كل فكر أيضا باطل، يعني مو كل قول وكل فعل، حتى الأفكار الباطلة، أفكار الباطلة، المعتقدات الباطلة التي لا يحبها الله ولا يقبلها الشرع، مخالفة للشرع ومخالفة للعقل، مثلا كالمحرمات والمكروهات، هذه غير مقبولة. أما الطيب عكس ذلك تماما، عكس ذلك تماما، كل ما يقبله العقل ويقبله الإنسان ويقبله فكر من أفكار وغير أفكار، سواء كانت مادية أو غير مادية، هذه كلها في الحقيقة يعني نطلق عليها بالطيب. والله سبحانه وتعالى هنا في هاتين المفردتين جعل هذه القاعدة. هذه القاعدة من القواعد العظيمة جدا التي تجعل الإنسان يستطيع أن يميز بين الخبيث والطيب. الخبيث من الأفكار، الخبيث من الآراء، الخبيث من الرؤى، الخبيث من الأقوال، الخبيث من الأفعال، وبين الطيب منها. يميز وبين الطيب منها. ولذا الله سبحانه وتعالى عبر تعبير جميل، مثل مثال جميل: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، كلمة طيبة، كلام الطيب، كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. يعني هذه تنتج، دائما تكون منتجة. الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة تصنع جيل بل أجيال. الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة ترفع من مقام الإنسان ومكانة الإنسان، بل تنقذ الإنسان. الكلمة الطيبة: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها
كل حين بإذن ربها. ثم بعدين يقول: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ثم بعد ذلك يقول: بين الكلمة الطيبة هناك في مقابلها الكلمة الخبيثة. يقول: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. ماذا نصنع للشجرة الخبيثة التي لا تثمر؟ كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ما منها فائدة هذه الشجرة؟ كلمة الخبيثة لا تنتج ولا تثمر ولا تعطي فائدة في المجتمع. فلا يستوي الإيمان والفكر. الإيمان كلمة طيب والكفر كلمة خبيثة. فلا يستوي الطاعة، فلا تستوي الطاعة والمعصية، ولا يستوي أهل الجنة وأهل النار، ولا تستوي الجنة والنار، هذا كله لا يستوي. ولا يستوي الحلال والحرام، ولا البراءة والولاية، ولا الأعمال الطيبة والأعمال الخبيثة، هذا لا يستوي. ولذا أمرنا الله سبحانه وتعالى دائما باتباع الطيب. هذه قاعدة باتباع الطيب. قل: لا يستوي الخبيث والطيب، وعلينا أن نميز بينهما. هذا ما سنأتي إليه، كيف يمكن أن نميز. والمفروض هنا اتباع الطيب والإخبار به ووجوده عند الإنسان كما قال سبحانه وتعالى وأخبر عنه. هذا أمر فطري، أمر مركوز وأمر فطري موجود عند الإنسان. الغرض هنا فقط في تتبع كل طيب والأخذ به والابتعاد عن الخبيث. الباقر عليه السلام: خذوا الكلمة الطيبة. خذوا الكلمة الطيبة ممن قالها وإن لم يعمل بها، فإن الله يقول: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يبحث عن الكلمة الطيبة. خذوا الكلمة الطيبة ممن قالها. فاستشهد الإمام بهذه الآية. ولذا جاء التحذير بأسلوب في هذه الآية القرآنية يقطع الطريق على من يحتج بالأكثرية. يقول: مو الأكثرية كل هذاك الصوب والأقلية مني، الأكثرية كلها مع ذلك الرأي، الأكثرية كلها مع ذلك الشخص، الأكثرية كلها في ذلك الجانب. الله بعد أن يقول: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. كثرة الخبيث، لأنه بعض الأحيان الخبيث قد يكون فيه لذة، وقد يكون فيه متعة أيضا، وقد يكون فيه مصلحة. مع الأكثرية مصلحة مال، والعياذ بالله قد يكون في الخبيث كالزنا متعة ولذة. هذه القاعدة لها دور كبير جدا في حياة المؤمن. تمييز، للتمييز بين الخبيث والطيب. دور هذه القاعدة دور كبير، قاعدة الخبيث والطيب في حياة المؤمن. نجد أنه الأمر الأول هناك تأكيد على ضرورة العناية بالمكاسب الطيبة. يعني أنت ما تبحث عن المكاسب الخبيثة. ولم يستثني سبحانه وتعالى أحد من عباده، لم يستثني أحدا من عباده سبحانه وتعالى في مسألة العناية بالمسائل أو بالمكاسب الطيبة. قوله تعالى: يا أيها الناس كله مما، يا أيها الناس، الخطاب هنا موجه إلى الناس، مو إلى فئة أو إلى جماعة أو إلى دين أو إلى مذهب.
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذا يؤكد ضرورة العناية بهذا الأمر. ولعل من أسباب ذلك أن الله سبحانه طيب ولا يقبل إلا الطيب. هذه المكاسب، هذه المكاسب، المكاسب الحلال، المكاسب التي تكون عن طيب. حتى الإنسان عندما يتكلم بكلام ويكسب من وراء ذلك الكلام مال، هذا الكلام الذي تكلم به كلام طيب أو كلام غير طيب، هذا تنبت عليه أجساد. يعني هذا الإنسان بالنتيجة له زوجة، ومن خلال هذه الزوجة يكون له أولاد، هؤلاء الأولاد يصرف عليهم، فماذا يصرف عليهم ويعطيهم؟ من الحلال، من الطيب، أو من الحرام؟ الأمر الآخر، هنا دور هذه القاعدة، من هدى هذه القاعدة، لا يصح أن نجعل الكثرة مقياس للطيب والخبيث. الكثرة ليست مقياس، وقد حذرت الشريعة من ذلك في أقوال، في أفعال، في معتقدات. يعني إذا شفنا كل الناس متجهين إلى مذهب ويكثرون حول ذلك المذهب وقل في هذا المذهب، هل يعني معناته أن ذاك المذهب مثلا صحيح؟ أو في أقوال معينة أو رأي معين كلهم باتجاه ذلك الرأي، فهل معناته أن ذلك صحيح؟ علينا أن نحكم عليها، على هذه الآراء وهذه الأقوال وهذه الأفعال وهذه المعتقدات بكيفيتها وصفتها وموافقتها للشرع. القرآن يقول للنبي صلى الله عليه وآله: وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قد يكون في الكثرة فتنة، لكن في القلة ابتلاء، يحتاج إلى صبر. في الكثرة قد يكون فتنة، قلة نعم يمكن ابتلاء، الله عز وجل يبتلي هذا الإنسان المؤمن. ما يوضح هذه القاعدة على صعيد كثرة المعتقدات، وأن هذه المعتقدات باطلة، وأن المعتقد الحق إنما هو واحد فقط. معتقدات باطلة، كل المعتقدات باطلة، وأن هناك معتقد واحد حق وصحيح فقط، قوله سبحانه وتعالى: وإن هذا صراطي، إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام جالس، وأصحاب النبي كانوا معه جلوس، فأشار النبي إلى خطوط متعرجة في الأرض، خطوط، عدة خطوط متعرجة، ثم أشار إلى خط مستقيم، خط مستقيم إلى جانب الخطوط المتعرجة، ثم قرأ هذه الآية: وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وأشار إلى علي بن أبي طالب عليه السلام. قلنا أن الوحدة لا تتحقق إلا بولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الوحدة لا يمكن أن تتحقق إلا باتباع منهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. عن الصادق عليه السلام في ذم الكثرة قائلا: يا هشام، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال: أكثر الناس لا يعلمون وأكثرهم لا يشعرون، يا هشام. ثم مدح القلة، الله سبحانه وتعالى قال: وقليل من عبادي الشكور، وقليل ما هم، وما آمن معه إلا قليل. الصادق في قصة طالوت يقول، في قصة طالوت: القليل
الذين أمرهم قال لهم لا تشربون الماء، إلا من اقترف غرفة لا يشربون الماء، قليل جدا الذين لم يشربون من النهر، وهم عددهم عدد أصحاب بدر وعدد قادة الإمام المهدي المنتظى 313 شخص. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، بعدين وما آمن معه إلا قليل. الإمام يقول يجري في شيعة آل محمد صلى الله عليه وسلم، يجري هذا الأمر كما نقله خيثم عن الباقر عليه السلام. إذن أهل الحق قليل، وأهل الباطل قد يكونون كثير. فلا يمكن أن نجعل هذه القاعدة، أن نجعل الكثرة عفوا مقياس لهذه القاعدة للتمييز بين الخبيث والطيب. الكثرة ليست مقياس. إذا عن السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام يقول ما بمكة والمدينة عشرون يحبنا، مكة والمدينة ما في 20 شخص يحبنا، يا أيها الناس. ثم قال أيها الناس لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة أهله، فإن الناس اجتمعوا على مائدة شبعها قصير وجوعها طويل. الأمر الثالث، هذه القاعدة تعالج نفسية المؤمن. لترتقي بهذه النفسية إلى مدارج الكمال، يتصور المؤمن بعض الأحيان قد تأتي بعض الهواجس على هذا الإنسان المؤمن، يتصور أن الغلبة تكون لجند الباطل، لأهل الباطل، لجيش الباطل، غلبة لهم، فيشعر بعض الأحيان بالغربة في الميدان، بالغربة باعتبار أنه جند الباطل هم الأكثر، أصحاب الباطل هم الأكثر، وأنه يرى نفسه أنه يسبح عكس التيار. وعادة التيار إذا كان هو شخص من الغافلين يجرف الغافل عن الباطل، ومن يسكت عن الباطل ساكتين يجرفهم الذين يسكتون. ولذا تأتي هذه الآية لتقول قل لا يستوي الخبيث، وإن أعجبك كثرة الخبيث، يعني حتى لو شفت أكثرية، الأكثرية مو مقياس. إذن ليست تريد تقول لما تقول بهذه الطريقة ولو أعجبك كذا كثرة، يعني كأنما تصب الماء البارد على نفسية هذا المؤمن، ارتاح اطمئن اطمئن. ليست هذه بل آيات القرآن، جل آيات القرآن التي وردت عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام إنما تعالج نفسية الإنسان لترتقي به إلى مصاف الأنبياء والأولياء والصالحين الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إيمان، والإيمان يلعب دورا كبيرا. أمر الله سبحانه وتعالى النبي فاستقم كما أمرت. الاستقامة شرط أساسي في صحة إيمان الإنسان، إذا استقام على الطريق الإيمان إذن يعالج نفسية المؤمن. هذه القاعدة أيضا تقوم على هذا الأساس، الإيمان تعالج نفسية المؤمن عندما يأمر الإيمان أو يتحدث عن عدم اتباع الشيطان، بعدم اتباع الشيطان والاغترار بوعده، فإن وعود الشيطان وعود كاذبة لا صدق لوعود الشيطان. الله سبحانه وتعالى يقول يعدهم ويمنيهم وما يعدهم إلا غرورا شيطان. بعدين معالجة اتباع الهوى، هذا عامل من عوامل الاستجابة لغريزة عمياء. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. معالجة الظنون الكاذبة، على الإنسان أن يسعى لأن يعالج هذا الجانب في شخصيته،
لأن الظن لا يوصل أيضا إلى اليقين، ولا يوصل إلى الحق، ولا يوصل إلى العلم. والنهي عنه واضح في القرآن وفي روايات أهل البيت، النهي عن الظن، عن هذه الظنون، الظنون الكاذبة، اجتنبوا كثيرا من الظن، الظن لا يغني عن الحق شيئا. الأمر الرابع، هذه القاعدة تقول أن البركة في الحلال القليل. يمكن أن تتحصل على مال كثير جدا، لكن قد يكون مصدر المال مصدر غير حلال. البركة تكون في الحلال القليل، وهي أكثر نفعا. القرآن يقول ولو أعجبك كثرة الخبيث، تشوف شيء واجد كثير جدا. الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول من رضي باليسير من المعاش، رضي منه باليسير من العمل. فعلى الإنسان هنا أن يمتلك حقيقة حتى يتصف بهذه الصفة وتكون له هذه الحالة، ويؤمن بمسألة البركة في الحلال القليل، عليه أن يمتلك القناعة. عن النبي صلى الله عليه وآله قال لجبرائيل ما تفسير القناعة؟ النبي سأل جبرائيل، تبار جبرائيل عند اتصال بالسماء، ما تفسير القناعة؟ قال تقنع بما تصيب من الدنيا، بعدين قال تقنع بالقليل وتشكر اليسير، تقنع بالقليل وتشكر اليسير. واليسير المحكم القليل الذي يأتي بالنتائج هو الذي يقبل. على نقرأ في الدعاء يا من يقبل اليسير، يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، اقبل مني اليسير. أنا صليت صلاة، لكن هذه الصلاة التي صليتها بركوعها ركعتين، ما صليت 20 ركعة، ركعتين، لكن صلاة خشوع، صلاة صحيحة، تامة الأجزاء، تامة الأركان وصحيحة. يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. الأمر الخامس، لابد من تحديد موقعك مع الأكثرية. أنت وين؟ لو مع الأقلية، مع الأكثرية التي مع الخبيث، لو مع الأقلية التي مع الطيب. ما يؤكد لنا ذلك قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور. ولذا نحتاج حتى نستطيع أن نميز بين الخبيث والطيب، نحتاج إلى عقل وعلم للتمييز بين الطيب والخبيث. الله سبحانه وتعالى يأتي لنا بآية من الآيات القرآنية التي تعلمنا كيف نميز. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لذا الله سبحانه وتعالى ختم هذه الآية القرآنية لا يستوي الخبيث، قل لا يستوي الخبيث والطيب، بماذا ختمها؟ ختمها بأنه لا يفهم هذه الآية إلا ذوي العقول، ذوي الألباب الذين يفكرون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب، يا من تملكون العقول فاتقوا الله. الأمر السادس والأخير، لابد من حاضنة إيمانية، حاضنة إيمانية حتى يمكن أن يفعل دور هذه القاعدة ويكون دور هذه القاعدة في مكانه الصحيح، تفعيل دور هذه القاعدة وفق هذه الحاضنة الإيمانية. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن هذه الحاضنة الإيمانية لهذا المؤمن، يقول كن مع الصادق. إذا كنت مع الصادق تستطيع أن تميز بين الخبيث والطيب. لذا الله سبحانه وتعالى يقول كونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين،
فإذا كنا مع الصادق ماذا ننتج وماذا تكون الثمرة؟ الثمرة تكون الصدق، وننتج الصدق. يتعلم منه، يتعلم منهم دوره في معرفة ذلك، فيحتاج أيضا أن يصبر مع هؤلاء الصادقين ويعيش معهم الحرمان المادي ربما لتربية نفسه، فيصبر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه قاعدة من القواعد المهمة والقواعد العظيمة في هذا المجال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا، إنه سميع الدعاء. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. جيتي بخطوة مكسورة يعوقها الخجل منا، شلون أوقف على بابك عقب ما بعيدي طنة؟ لكن آمالي جابتني تذكرني بلطف منك، رفعتك فوفي ودعيت دموعي بلهفة نادني.